السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بشار لنقف على الأشغال نتاع الجامع القطب لولاية بشار، واللي يعرف يعني مراحل متقدمة من الإنجاز، واللي كذلك نعرف أنه هذا الجامع القطب هو تابع إلى أو برنامج لإنشاء جوامع تاع قطب في كل ولاية الوطن. وهذه البرنامج هذا يعني سياسة جد حميدة يعني ما لها من أهمية في تربية النشأ وتأطير العمل الديني في بلادنا. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.